سنغافورة. وقالوا أيضا هناك قرار من زعيمنا بتحويل بغداد إلى ستالينغراد، سنعد لهم ستالينغراد هنا. هذا ما قاله لك طارق عزيز صحيح؟ ليس طارق عزيز وحده، جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين التقيت بهم قالوا سنحول بغداد إلى ستالينغراد. وعندما مضت الأمور على قدم وساق نحو الحرب انتشرت فرق المدفعية في بغداد، ولو لم تحدث الخيانة فيما بعد فإني أؤكد لك أن بغداد كان يمكن أن تتحول إلى ستالينغراد فعلا. مش تعتقد بأن هناك خيانة حدثت؟ لا أعتقد، أنا أعرف ذلك. بما في ذلك من جانب طارق عزيز؟ أنا أعتقد أنها حدثت من جانب طارق عزيز أيضا. ولكن ما هي الأدلة التي لديك؟ أريد أن أسمع منك بعض البراهين. هناك العديد من الأدلة، فقد التقيت به قبل أسبوع من بدء الأعمال العسكرية. سحب مسدسه من قرابه وقال لدي هنا مخزنان، وإن دخل الأمريكيون بغداد فسأطلق النار عليهم حتى النهاية وسأوجه الطلقة الأخيرة إلى جبهتي، وهكذا قال مساعدوه. ولكن عندما دخل الأمريكيون كان طارق عزيز أول من استسلم، والأهم هنا أنهم وضعوه على عجل في السجن بعيدا عن الجميع. لماذا؟ الآخرون اختبأ بعضهم ولم يسلموا أنفسهم بهذه السرعة، أما هو فخرج رافعا يديه ولم يحاول حتى الاختباء، بل إنه كان في بيته واعتقلوه من منزله. ولكن لنعد إلى ذاك اللقاء عشية الهجوم، قلت لطارق عزيز أنهم أضاعوا فرصتهم. قرأت عليه محاضرة رغم أن ذلك لم يكن لائقا، فقد كان أكبر مني سنا، لكني لم أستطع أن أمسك نفسي عن القول بأنه كان غباء منه إقناع صدام حسين بعدم قبول الخطة الروسية للتسوية. سألني طارق عزيز لماذا؟ لماذا تظن أنني أقنعته برفض الخطة؟ كان غاضبا جدا. أجبته لأنني رأيت بنفسي من ردة فعل الرئيس أنه موافق، بدا ذلك بنظرته بحركاته وبواقع أنه ودعني حتى السيارة، رغم أنه عادة يودع الجميع ببرود إلى اللقاء وحسب. أما حينها فقد أبدى الكثير من الاهتمام، كما أنه دعانا للقاء عنده في المساء ثم عدل عن ذلك، في حين أنه كان يحترم كلمته. قلت لطارق عزيز لقد بقيت مع صدام حسين وأنت من أقنعه بالرفض، لماذا فعلت ذلك؟ سألني طارق عزيز هل تلمح إلى أنني خائن؟ فأجبته لا، أنا ألمح إلى أنك قمت بخطأ جسيم والبلد الآن في هذا الوضع بسببه، ولأنك استراتيجي السياسة الخارجية كان عليك إقناع صدام حسين بضرورة القبول بخطتنا، أما الآن فقد فات الوقت للحديث عن ذلك. وعندها رتبت صلاتي مع نائب الرئيس العراقي، كان ذاك التعاون أكثر فعالية، كان نائب الرئيس أكثر استقامة وكان ينقل للقيادة كل شيء بحذافيره. أنا واثق أن طارق عزيز حرف الكثير من رسائلنا ونقلها إلى صدام مع تعليقاته الخاصة، أي أن المعلومات وصلت بصياغة أخرى غير التي كنا نود إيصالها. أما طه ياسين رمضان فكان يأخذ نص الرسالة ويسأل سيادة السفير ما هي تعليقاته، كان يسجل تعليقه ويرسل الرسالة بذاك الشكل.